بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق الدلنجات يوم السبت ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 6/8/2022. اللهم صل على النبي. صباح الخير عم رمضان، كل سنه طيب. لا صار عامل ايه في السوق النهارده؟ والله لا اسعار، خلي بالك مضروبه اهي. اللهم صل على النبي. عامله كام البقره دي؟ 24 الا 300. الله اكبر. بقره والده، بقره والده كسره جوز. الله اكبر، عشان نحطم الاسعار. وراه ذكر طبعا. والده ذكر اهي. بسم الله ما شاء الله. بص والده ذكر 24600 الا 300 الا 300 24000 الا 300 كسره جوز. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي خدوها ان شاء الله. الله بقى بص نسالوا الناس، السوق ما فيهوش الا واحده البقره المسؤوله تنباع ب 40000 المفروض، لان ما فيش. المواشي راحت فين؟ المواشي راحت فين؟ صح يا عم رمضان. المواشي راحت فين؟ الله يبارك لك. الله وكلت لي البهايم. الناس بني ادمين عايوا من دور البهايم، عايوا من دور البهايم. صح. من دور سخونيه ويقول عندكم كورونا، مش كورونا ده حمى كل عي. يعني نقلت من البهايم للبني ادمين. كل دكتور يبص في حالك البني ادم وجاي يكشف عليه، ما لقاش عنده حمى كل عي يا حسن. الله يبارك لك يا عم رمضان. قال انا من جلالك اهو. الله يبارك لك. فين المواشي؟ المواشي راحت فين؟ وزاره الصحه البطاريه الله يقويك. فين الثروه الحيوانيه؟ راحت فين؟ السوق ما فاضلش حد فيها. ما فاضلش حد فيها. الله ما فاضل حد فيها. وفين دي؟ الله يبارك لك. طن العالم فين اللي في ب 10000؟ اسال اسمع الشيخ بيقول ايه. قول يا شيخ. قول يا شيخ. ربنا يعوض على الناس محل. عوض. ده بص ده بعالج بهاي. والله ربنا يعوض على الناس محل. الله يبارك لك يا حاج. والله العظيم حاج ابراهيم يا جماعه. والجود الرجالي كمان. جد... لا يعني لا العالم راحت من حمر الكلعية. ربنا جاب الجود. جاي منين؟ ربنا بيقول ايه؟ جاي منين؟ ربنا بيقول ايه؟ دي حرب. دي حرب من بره. دي حرب بحربونا بس بطريقه ثانيه. بحربونا بعدين المرة بعدين لكله. ربنا بيقول ايه؟ انا بقول لك الفساد في البر والبحر مما كسبت ايدي الناس. ونعم بذلك. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليرجع لربنا. كل واحد اتجى ربنا في عمله. صح المفروض. كل واحد كل دكتور ما فيش العالم النهارده مش عارف. سأل عليه على عمله. على عمله صح. ده راجل ده بعالج بهاي. الله يقوي الحاج. فين الدنيا؟ الحق خد تليفون. الناس الله يبارك. خلاص ده انت خارج متحدث. اللهم صل على النبي. على اي كلمه بنقولها واللي انت الناس شايفاه. الله يبارك لك يا عم رمضان. انت بتقول كلام حلو يعني. يرضى ربنا. اللي يرضى ربنا صح. العالم تتقي الله صح. العيد للنهارده الناس خايفين ياخدوها ب 10000 جد دي كده اهو. البقره سوله تبقى ب 50000 النهارده. ليه؟ لان بربوها من النهارده خايفين ياخدوها ب 30 وب 40 على على العيد. ويجوا على العيد يذبحهم يلاقوا فيها الضوء. اخر مزاجه ياكلوا فيها الدور يجي لهم الدور اخرين. يا ساتر يا رب. انا بنسالك كل واحد العالم بيقولوا ايه؟ بيقولوا في كورونا وخلق. مش كورونا صدقني، ما كورونا هي ده حاجه واحده. هي حمى كلعي. الحمى الكلعي. اي دكتور يتصلى ترى ده واحد سخن. ثبت البهايم ونقلت على البني ادمين. الله يبارك لك. الله يبارك لك عم رمضان. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. النهارده في سوق الدلنجات. الله اكبر. حاج رمضان حمدي بتاع كوم زمران. الله يبارك لك يا عم رمضان. ربنا يصلح حالنا وحال الدنيا بحالنا. اللهم امين. صباحك ابيض ان شاء الله. احنا عايزين حاجه واحده، الناس تتجي ربنا في عمل ايه. ونعم بالله. قول لهم الله عم رمضان. اي والله انا غلبت نقول. والله يا جماعه هم تصلى على النبي. على الصلاه والسلام. احنا بعين بقره دلوقتي. ايوه. وبعنا كلها ب 500 جنيه. ايوه. عايزين ياخدوا عركه قبل الفلوس بتاعتنا. يا نهار ابيض. هل ينفع؟ لا لما يجي فلوسها صح. الله يكرمك. لا ركاب يا عم رمضان. قلب الاسوار. صلى على النبي. والريل ده بنايد من طول النهار باع بقره ومش لاقي فلوس. ومش لاقي فلوس. لا الدره مستني الفلوس دي. الله يبارك لك. والثاني دوت بتاجر بياخد الحمير يوداه للاسد. الحمار ب 1000 جنيه. الحمار ب 1000 جنيه. الحمار ب 1000 ياكلوا الاسد. يا نهار ابيض. وعنده حيوانات. لا حول الله رب. الله يقويك يا عم رمضان. نهاركم ابد ان شاء الله. اليوم يجيبوا اللحمه يا رمضان. اللايك والاشتراك لقناه المونشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.